أهلا وسهلا بكم لدرس جديد ينضاف لدورة جماليات لينكس. في هذا الدرس سأقدم لكم كيفية إضافة الشريط السفلي هنا أسفل، شريط داكي لتوزيعات أوبونتو. التطبيق سيكون على واجهة جنوم كلاسيك، لكن نفس الشيء ينطبق على واجهة يونيتي أو واجهة جنوم شيل. أنا اخترت التطبيق على واجهة جنوم كلاسيك لأني أرى أنها الأنسب لإضافة شريط داكي، حيث أنها تتوفر على شريط سفلي عكس واجهة يونيتي التي لها شريط مشغلة على اليسار، أو واجهة جنوم شيل التي لها شريط أيضا مشغلة على اليمين أو على اليسار على حسب اللغة. إذا أنا قلت سأضيف هذا الشريط هنا أسفل، أقوم بإغلاقه للعودة للحالة البدئية تكون على هذا الشكل على واجهة جنوم كلاسيك. إذا بدل أن نقوم بحذف الشريط السفلي سنقوم فقط بإخفائه أولا، لذلك نقوم بالضغط على ويندوز زائد ألت وهنا بالضغط يمين على مكان فارغ في الشريط واختيار الخصائص. هنا نقوم بتفعيل خيار أظهر أزرار الإخفاء، نقوم بغلق الشاشة النافذة. بعد ذلك ستظهر لنا هذه الأزرار هنا، يكفي الضغط على أحدها سواء على جهة اليسار أو اليمين لإخفاء شريط السفلي. نفس الشيء ينطبق على الشريط العلوي، يمكن إخفاؤه بنفس الطريقة. إذا أقوم بإظهاره ثانية. إذا سندخل على مركز برمجية أوبونتو، وحين إلى أن يفتح أشير فقط لأنه من يستخدم واجهة يونيتي ويريد استخدام آلة داكي الشريط أسفل يمكن الدخول إلى إعدادات النظام المظهر وتفعيل الإخفاء التلقائي لشريط المشغلات الذي يوجد على يسار الشاشة. هنا في المظهر سيكون هنا لسان السلوك، حيث ستجدون إمكانية تفعيل الاختفاء التلقائي لمشغلات واجهة يونيتي. إذا في مركز برمجية أوبونتو نثبت أداة داكي، نقوم بالبحث عنها. أنا لم أدخل أداة إذا داكي، تظهر لنا هذه النتيجة. نقوم فقط بالضغط على زر ثبت فتثبت الأداة. إذا أقوم الآن بإخفاء الشريط، أدخل على التطبيقات ملحقات وهنا سأجد أداة داكي. من يستعمل واجهة يونيتي يقوم بالبحث عنها في اللوحة الرئيسية الداش، نفس الشيء بالنسبة لواجهة جنوم شيل. إذا تكون تظهر الأداة على هذا الشكل، منها يمكن التنقل بين البرامج أو النوافذ المفتوحة ما تلاحظون الآن. يمكن أيضا إضافة برامج حتى لو لم تكن مفتوحة لنقوم بفتحها بسرعة، لذلك يمكن فقط جرها من قائمة التطبيقات. هنا مثلا لو أردت إضافة ليبر أوفيس هنا فقط أقوم بجره للمكان الذي أريد. يمكن تغيير أمكنة الأيقونات كما نريد فقط بجرها للمكان الذي نريد، لحذف أيقونة ما أو لحذف برنامج ما من الشريط يكفي جره إلى هذا الشكل. إذا الشريط يمكن تشخيصه، يمكن تغيير سماته وأيضا كيفية ظهوره سواء إخفاء تلقائي أو حجم الأيقونات. إذا نضغط على أيقونة داكي هنا فتظهر لنا هذه النافذة، منها يمكن تغيير السمة، يمكن تغيير التعامل أو حالة الشريط. لو لاحظنا مثلا حين أقوم الآن بفتح صفحة ما، ألاحظ أن الشريط يأخذ مساحة أسفل الشاشة خاصة به ولا يختفي أبدا. إذا لتغيير هذه الحالة يمكن أن أختار مثلا أوتو هايد، حيث يقوم لاحظ معي أنه الآن يقوم باختفاء تلقائي والصفحات التي أقوم بفتحها تأخذ حجم الشاشة كاملة. إذا أعيد أو أدخل للإعدادات داكي. هنا يمكن التحكم في حجم الأيقونات، يمكن زيادة تصغيرة على حسب حاجتنا على حسب ما نريد. هنا يمكن التحكم في حجم الزوم حين أقوم بتمرير الفأرة على الشريط، بكم درجة سيتم تكبير أيقونات الشريط. بانل مود لتكبير عرض الشريط ليأخذ عرض الشاشة كاملة، و 3D background لجعل خلفية الشريط ثلاثية الأبعاد. السمات سأعود لها نهاية. في داكليتس يمكن تفعيل بعض الأدوات، مثلا لو أردت إضافة
داكلت عفوا داكلت لو أردت مثلا إضافة الوقت يمكن إذا أن فقط أضغط على علامة الزائد وعلامة هنا الحذف لحذفه من القائمة. هيلبرز هنا يمكن تفعيل بعض الأدوات لبرامج تفاعلية مثلا كبرامج المحادثات الآنية وبرامج الاستماع للصوتيات لتكون هنا أيضا تفاعلية في الشريط. أعود لداكس لأتحدث الآن عن السمات. عفوا السمات هناك عدة سمات مثلا يمكن أن نختار ما نريد منها. تلاحظون الآن تتغير سمات الشريط. لاحظ معي هنا في خيار General Options أنه يتم فتح أداة داكي بصفة تلقائية حين نقوم بولوج الجلسة على نظامنا. لو لم نكن نريد ذلك يكفي إزالة التفعيل عن هذا الخيار. يمكن إضافة داكس جديدة شريط جديد على الجهة اليسرى أو اليمنى بالضغط على نيو داك، لكن هذه الأشرطة ستكون مترابطة فيما بينها. لو قمنا بحذف بغلق واحدة ستغلق الأخرى بصفة تلقائية. إذا كانت هذه طريقة تثبيت وتشخيص شريط داكي. الآن لو كنا قد اقتنعنا بأن الشريط يوفر ما نريد من جمالية وأيضا من فعالية في التعامل مع البرامج المفتوحة، يمكننا حذف شريط السفلي بالضغط على سبر زائد الت ويندوز زائد الت، وفي نفس الوقت ضغط يمين على الشريط في مكان فارغ، وهنا نختار احذف هذا الشريط فيحذف من الواجهة. إذا نلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.